بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهخليك تعرف بنفسك او تحدد تحديدا ايه المشكلة اللي عندك. انت مثلا عندك دايما العربية بتسخن فجأة، تبقى باردة تلاقيها سخنت فجأة، او باردة على طول او سخنة على طول. الموضوع ده 90% منه من حساس حرارة المحرك اللي هو الاي سي تي او انجن كولد تمبريتشر سنسور. الحساس ده انت هتفحصه بنفسك. دايما بتلاقي زي ما انت شايف فوق في الشاشه حراره المحرك على طول منخفضه، ممكن الار بي ام عالي. عندك لو في لمبه زي اللي هو لونها ازرق دي دايما واطيه، ممكن فجاه تلاقي بقى لونها احمر اللي هو بقى يعني اوفر هيت، سخونيه عاليه، اضطراب في حاله سخونه المكنه. في نقط بس لازم نفهمها في الاول. الحساس ده مهم جدا لان هو اللي بيحدد للكمبيوتر الخاص بالسياره بتاعتك كميه البنزين، ارتفاع وانخفاض الار بي ام، احمال المكنه كلها. والكمبيوتر نفسه بيبدا يقيس من ساعه ما بتبدا تشغل المحرك، بيبدا يقيس زمن التشغيل، وبالتالي يتوقع حراره معينه جايه من المحرك. نتاكد اول حاجه من الترموستات. انا عندي الهوز اللي فوق واللي تحت، انا عارف ازاي الترموستات شغاله صح ولا لا. منتهى البساطه، شغل المكنه بتاعتك 10 دقائق تمام، امسك الخرطوم اللي تحت اللي هو طالع من الريداتير داخل للمكنه، المفروض يبقى مثلا 50، اللي فوق بقى يبقى 60. دايما في فرق حوالي 10 9 درجات ما بين فوق وتحت، ده نتيجه تبريد الريداتير تمام. فانا لو لقيت اللي فوق سخن جدا مش قادر امسكه واللي تحت دافي، يبقى انا الترموستات عندي فيها مشكله، يبقى تصلح. الميه تكون عندك مستواها سليم، انا عندي الحاجات دي كلها سليم، يبقى انا هدخل على طول على الحساس اللي انت شايفه دايما في راس المكنه من فوق زي ما انت شايفه كده. دايما بيبقى سلكين، في ممكن تلاقي ثلاثه، ده نظام قديم، بيبقى الطرف الثالث ده بيشغل لي العداد الحراره نفسه اللي في التابلو. انا بتكلم عن النوع العادي اللي هو سلكين، وده الاحدث والمنتشر. فيش عاديه دايما بتبقى في راس المكنه من فوق، راس المحرك، راس الماكينه. طب انا عايز اعرف الكمبيوتر بتاعها شغال ولا لا، كمبيوتر المكنه حاسس اصلا ولا لا بالموضوع ده. فك الفيشه دي، طبعا المفتاح شغال اون، هتلاقي المروحه تشتغل، يعني العدادات عندك مضاءه. فك الفيشه، تتك على الكليبس تسحبها لفوق، المروحه لازم تشتغل على الهاي سبيد، على السرعه العاليه. يبقى انا كده الحمد لله اتاكدت عندي ترموستات شغاله صح وكمبيوتر شغال صح، ما عنديش مشكله. طيب انا عايز بقى اتاكد ان الحساس ده اصلا شغال صح ولا لا، يعني بيحس بالحراره صح ولا لا. هنجيب دبوسين اللي هم العاديين بتوع الطرح العاديه، حطه زي ما انت شايف، طبعا نخلي بالنا ما يلمسوش بعض، تركب الدبوس لغايه ما ينزل. الطريقه دي طبعا احنا حافظينها، استعملناها في حاجات كتير، اي سنسور بيتقاس بالشكل ده، تحط الدبوس بتاعك لغايه ما يوصل للبن الداخلي للحساس، بتنزله موازي للسلك تمام. طيب طبعا دي مقاومه، يعني الحساس ده طبعا مقاومه اصلا بتتاثر بسخونه المحرك، وبالتالي الفولت بيتغير اللي طالع منها، يعني هو بيدخل لها فولت 5 بيطلع بقى 3 1 2 على حسب المقاومة اللي بتتغير على حسب سخونة المية اللي هو متركب فيها. انا دلوقتي اللي هعمله هجيب الافوميتر بتاعي وهبدأ اقيس. واحد يقول لي طب ما تفك الفيشة وتقيس. فك الفيشة هيعمل حاجة، هيخلي لي وانت بتشغل المكنة وبتقيس الفولت اللي طالع ده وبيقل، لو انت فكيت الفيشه المروحه هتشتغل زي ما انت شفت من شويه، المروحه هتشتغل هتاثر لي على درجه حراره المحرك. انا عايز لا، المحرك شغال عادي جدا، وانا عايز اشوف بالظبط ايه اللي بيحصل، هل بيتاثر بالحراره ولا لا. اتي المكنه شغاله بقى لها دقيقتين، كان اعطاني 2.7 فولت، طبعا انا بجيبه على هو 5 فولت عموما، يعني هجيبه على 6 فولت 12 فولت ايا كان عندك الافوميتر. وصلت الافوميتر بالدبوسين اللي انت شفتهم، المكنة شغالة، لازم تلاقي ان الفولت ده بيبدأ ينقص، وبينقص بالشكل اللي انت شايفه ده.
بالترتيب كده، طول ما المكنة شغالة بيبدأ ينقص 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 بالتوازي طبعا مع عدد الحرارة اللي انت شايفه فوق ده بدأ يعلى. سبته شوية عشان الوقت الفيديو ما يطولش، نزل لواحد وستة من عشر. طبعا مش لازم يكون عندك كمبيوتر، ولكن ده مؤشر عندك ان هو فعليا بيبدأ ينخفض. انا بص هوريك بقى الكمبيوتر شايف ايه فعليا. انا عندي على الافوميتر واحد وثلاثة زي ما انت شايف اهو، واحد وثلاثة وستة من مية، والار بي ام تحت في حدود 770 750 لفة. يبقى انا كده اتأكدت تماما ان انا عندي التوصيلات سليمة وعندي الحساس فعلا بيقيس صح. مع الزمن بيبدأ الفولت يقل وبالتدريج كده، مش مثلا كان 2 فولت فجأة راح جاي نازل واحد، يبقى انا كده عندي مشكلة في المقاومة، او ثابتة عند 2 فولت مش بتتغير، او بتتغير بشكل بسيط، او بتنزل وتلاقيها طلعت تاني. طبعا ده كده معناه في خلل في المقاومة. طبعا واحد يقول لي ما عنديش افوميتر، يا جماعة الافوميتر ده ثمنه نص ثمن الحساس يعني، وبسيط جدا زي ما انت شايف، ما فيهوش توصيلات ولا فيه خطورة ولا فيه اي حاجة. طيب انا لقيت بقى المقاومة فيها مشكلة، هي والفكرة شغالة ازاي؟ دي الفيشة انا فكيتها زي ما انت شايف، توصيلها في منتهى البساطة. انا عندي الكمبيوتر اللي هو جنب اليمين مكتوب عليه كمبيوتر، في عندي اي سي بيطلع لي، بيدخل له 12 فولت بيطلع لي 5 فولت. 5 فولت لو هتبقى ماشي كده هتلاقي في الطرف اللي فوق، الطرف اللي تاني اللي تحت ده ارضي. فانت معنى كده لو انت جبت بنين الافوميتر وحطيتهم والاجنيشن اون العدادات منوره هتديني 5 فولت. لقيته اداني صفر يبقى اكد على الطرف الارضي، ممكن يكون مقطوع، اوصله بسالب البطاريه واشغل الافوميتر على علامه التوصيل البازر الكونيوتي المفروض تزمر. طب انا عندي التوصيلات سليمه، يبقى انا كده عندي المشكله في الحساس ده. في منتهى البساطه طريقه فكه سهله جدا، المكنه بارده تماما تماما، وقافل طبعا الغطاء بتاع الاربع والرادياتير عشان لما تفك ده مفيش ميه كتير تنزل. دايما مفتاح 19 غالبا يعني، وتبدا تفك كده بهدوء. طبعا نخلي بالنا واحنا بنفك لان ده دايما رابط فيه، يا اما ممكن تكون كمان مربوط في بلاستيك او مربوط في كوع من الالومنيوم، فطبعا الشغل يبقى حرص ويكون المفتاح سليم وايديك ثابته وتبدا تفك واحده واحده. طبعا قلت المكنه بارده لسبب تاني كمان، مش عشان يعني المكنه، لا عشان ايديك نفسها زي ما انت شايف محطوطه كلها عند الهوزات والخراطيم، طبعا المنطقه دي سخنه جدا، فلازم المكنه تكون بارده تمام وتبدا تفك بهدوء. طبعا هنا ميزه الميه الحمراء او الخضراء اللي انت بتحافظ عليها بتمنع تكون الرواسب على الالاوز بتاعت الحساس وتلاقيه بيتفك معاك بسهوله، وفي نفس الوقت مش متكون عليه صدى، لان طبعا الصدى والاملاح بتعمل لي عزل، بتجيب الحساس الاصلي التاني وتبدا تركبه. نقطه مهمه، الحساس ده بيبقى ليه جوان او حلقه او حلقه او ورده الومنيوم او من المطاط، لازم نتاكد ان هي موجوده عشان دي هي اللي بتعمل لي تسريب، تمنع لي تسريب الميه. ادي الموضوع كله ما خدش 5 دقايق في موضوع الفك والتركيب. طبعا ولما تيجي تركب صح، الالاوز تبقى راكبه في مكانها، ما تركبهاش بالعافيه بقوه، المفروض بتدخل بسلاسه عشان السن الالاوز ما يتلفش منك وانت شغال بيه. بتلف بالايد عادي جدا لغايه ما تتاكد ان هي قفلت تماما على الالاوز لغايه النهايه، وتبدا بعد كده تقفل بالمفتاح. طبعا قلنا ده الومنيوم، فالقفل بحكمه وبهدوء وبتروي، مش مسمار عجله بس، لغايه ما يقفل معاك بتركب الفيش. طبعا الفيشه نتاكد هي سليمه، في الاسلاك بتاعتها سليمه، النقطه دي مهمه، ولازم تدخل وتعمل صوت الكليبس بتاعها اللي هو التك، عشان لو الكليبس ده مش مظبوط هيبدا يتهز وممكن يتفك وندخل فيه مشاكل تانية. نهتم جدا بالتوصيل، التوصيلات الكهرباء الخاصه دايما بفيش الحساسات. موضوع بسيط جدا واحنا ظبطناه وحكمنا الموضوع، فان شاء الله ما يطلعش عن اللي احنا قلناه. بس يا جماعه ادي الموضوع كله منتهى البساطه، او نتاكد كده ان ايه اهو الفيشه ما بتطلعش، الكليبس قافل صح، اسلاك سليمه ما فيهاش لحامات، يبقى انا كده ظبطت كل حاجه. نتاكد طبعا بقى نشغل المكنه بتاعتنا ونسيبها شغاله 5 أو 10 دقايق، نتاكد مفيش اي تسريب، مفيش اي ميه بتطلع من حوالين
الألاوز اللي خاصة بالحساس بس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.